بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي طلاب وطالبات الصف الثامن، مرحبا بكم في درس جديد من دروس مادة الفنون البصرية. وعنوان درس اليوم: تصميم ملصق إعلاني سياحي، قباب ومآذن. المعايير والمؤشرات المستخدمة في الدرس. والآن مع أهداف الدرس. الهدف المعرفي: أن يصف الطالب أشكال المآذن والقباب في العمارة الإسلامية. الهدف الوجداني: أن يدرك الطالب القيم الجمالية للملصق الإعلاني. الهدف المهاري: أن يصمم الطالب ملصقًا إعلانيًا سياحيًا باستخدام المآذن والقباب مؤكدًا على جمال العمارة الإسلامية. مصطلحات الدرس: أولاً المئذنة، هي مبنى أو برج مرتفع طويل يكون ملحقاً بالمساجد، وغرضه إيصال صوت الأذان للمسلمين ودعوتهم للصلاة. وهناك أشكال متنوعة للمآذن في العمارة الإسلامية، منها 1- مربعة الشكل، كما في مئذنة مسجد عقبة بن نافع بتونس ومسجد الخيرالدة بأسبانيا. 2- حلزونية الشكل، كما في مئذنة مسجد أحمد بن طولون بالقاهرة ومسجد سامراء الكبير بالعراق. 3- مضلعة الشكل، كما في مئذنة مسجد الحاكم بالقاهرة. 4- شكل المبخرة، كما في مئذنة مسجد الصالح نجم الدين بالقاهرة أيضا. 5- مركبة الشكل، كما في مئذنة مسجد السلطان قلوون بالقاهرة. 6- أسطوانية الشكل، كما في مئذنة مسجد قطب الدين أيبك بالهند ومئذنة مسجد أيوب سلطان بتركيا. والآن أبنائي الطلاب، تطلعوا جيدا لهذه الصورة وأجيبوا على السؤال التالي: اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين. المئذنة التي أمامك تنتمي لشكل المآذن الحلزونية المربعة الإسطوانية. ممتاز، الحلزونية هي الإجابة الصحيحة. وللعلم أبنائي الطلاب، هذه مئذنة مركز قطر الإسلامي للثقافة، أو ما يعرف بمسجد الفنار، الموجود بجوار سوق واقف. والآن أعزائي، هل يستطيع أحدكم أن يذكر لي مئذنة موجودة في قطر شكلها جديد غير الأشكال التي تم ذكرها؟ فكروا أبنائي. رائع، مئذنة مسجد المدينة التعليمية، لاحظ شكلها المختلف في الصورة المرفقة. والآن ننتقل إلى المصطلح الثاني، القبة. تعرف القبة في المباني بأنها إنشاء هندسي معماري تستخدم للتسقيف، وهي بأبسط أشكالها عبارة عن نصف كرة مجوفة تقف على أعمدة أو جدران ومصنوعة من مواد مختلفة، وتعتبر القبة عنصرا من عناصر العمارة الإسلامية. وهناك أشكال متنوعة للقباب في العمارة الإسلامية، منها 1- بصلية الشكل، أي تشبه البصلة في شكلها، كما في قبة المسجد الباهجي الوردي في ماليزيا. 2- مخروطية الشكل، كما في قبة مسجد علاء الدين في تركيا. 3- مضلعة الشكل، كما في قبة مسجد القيروان بتونس. 4- كروية الشكل،
كما في مسجد قبة الصخرة بالقدس الشريف بفلسطين. 5 بيضاوية الشكل كما في قبة مسجد بنية بالعراق. والآن أعزائي الطلاب، شاهدوا بعضا من مساجد قطر وتأملوا في أشكال المآذن والقباب وتنوعها. مسجد محمد بن عبد الوهاب، لاحظ شكل المئذنة وأشكال القباب، وكذلك مسجد كتارة، لاحظ أيضا شكل المئذنة. مسجد الريان، لاحظ شكل المئذنة والقباب الموجودة في الصورة التي أمامك لمسجد الريان. وأخيرا مسجد أبي بكر الصديق، لاحظ طول المئذنة وتناسبها مع حجم القبة. والآن مع المصطلح الثالث، الملصق الإعلاني السياحي. لقد ذكرنا هذا التعريف في الدرس السابق، ولكن سوف نعيده للتذكرة. هو عبارة عن صورة يتم عرضها في الأماكن العامة للإعلان أو الترويج لزيارة معالم سياحية أو تراثية بالرسم والكتابة أو الصور معا، كما في الملصق الإعلاني المرفق. ولنتعرف الآن أبناء الطلاب على القيم الجمالية للملصقات الإعلانية، وللعلم تم ذكرها في الدرس السابق أيضا، وتتمثل في 1- الوحدة، وتعني ترابط الأشكال والعناصر المختلفة المكونة للملصق الإعلاني مع بعضها البعض. 2- التوازن، ويعني حالة تعادل توزيع عناصر الملصق الإعلاني. 3- التناسب، العلاقة في الحجم بين العناصر المكونة للملصق الإعلاني. 4- الإيقاع، ويعني الفواصل الزمنية التي تحتاجها العين للانتقال من شكل إلى آخر. 5- السيادة، وتتمثل في النقطة الرئيسة في الملصق الإعلاني التي تنجذب إليها العين مباشرة. والآن أبنائي الطلاب، شاهدوا معي هذه الملصقات الإعلانية كي تستفيدوا منها في التطبيق. المجموعة الأولى والمجموعة الثانية وأخيرا هذا الملصق. لاحظ عزيزي الطالب أن جميع الملصقات تحتوي على عناصر رئيسة تتمثل في أشكال المآذن والقباب بتنوع واضح، بالإضافة إلى استخدام الكتابات بخطوط تلائم أشكال الملصقات الإعلانية كما في كافة الملصقات المعروضة أمامك، وهي لمناسبات مختلفة للترويج والدعاية لها. والآن يأتي دور البيان العملي من خلال الفيديو التالي، ولكن قبلها لنتعرف على الأدوات المستخدمة في الدرس. الأدوات المستخدمة في البيان العملي: قلم رصاص، ألوان خشبية، ممحى، مسطرة، أقلام مائية ملونة. والآن أبنائي الطلاب، بعد أن تعرفنا على الأدوات المستخدمة في الدرس، شاهدوا معي البيان العملي لرسم ملصق إعلاني يدعو إلى زيارة معالم قطر السياحية. هيا بنا نبدأ. أولا نقوم بتحديد مساحة الملصق باستخدام القلم الرصاص والمسطرة، ثم نقوم برسم العناصر المكونة للملصق: مئذنة اسطوانية الشكل،
بعدها سوف نقوم برسم القبة. لاحظوا استخدام بعض الوسائل المعينة كورقة لتحقيق التماثل، وكذلك شيء مستدير لرسم القبة المستديرة أو الكروية. نستكمل باقي الملصق برسم مئذنة أخرى على زونية الشكل تمثل مئذنة مسجد الفنار كما ذكرنا مسبقا داخل الدرس. الآن تبدأ مرحلة التلوين باستخدام الألوان الخشبية. نبدأ باستخدام درجات لونية للون الأخضر، لاحظوا استخدام الألوان المتكاملة الأخضر مع الأحمر. الآن نقوم باستخدام الأقلام المائية لتحديد عناصر الملصق وإظهار التفاصيل. بعدها نقوم باستخدام الأقلام الخشبية لرسم الظل والنور ثم المسطرة لتأكيد الخطوط المستقيمة بدقة. بعد أن قمنا بتلوين العناصر الرئيسة للملصق نقوم بتحديد الإطار العام له، ثم نقوم بتلوين الخلفية. بعدها نكتب الجملة الإعلانية المراد الترويج لها، جولة في معالم قطر الإسلامية، وذلك باستخدام الأقلام المائية. إضافة بعض التفاصيل للإظهار وتأكيد جمالية التصميم. دمتم في رعاية الله وأمنه. والآن عزيزي الطالب اختبر فهمك. السؤال الأول، ضع دائرة حول الصورة التي تمثل شكل القبة المخروطية. السؤال الثاني، اختر الإجابة الصحيحة مما بين الأقواس. مئذنة مسجد الفنار تمثل الشكل المربع الإسطواني الحلزوني. وأخيرا عزيزي الطالب، قم بتصميم ملصقا إعلانيا سياحيا عن معالم قطر الإسلامية مستفيدا من أشكال المآذن والقباب، ولون التصميم بالألوان المناسبة لك مراعيا أسس التصميم الإعلاني. ولا تنسى أن ترسل عملك لمعلمك خلال الأسبوع كي تستفيد من آرائه وخبرته وتأخذ درجتك. مع تمنياتنا لكم بالنجاح والتوفيق، واقبلوا تحيات قسم الفنون البصرية.